مستمعي الكرام، أعزائي الطلاب، قلنا منذ قليل إن كل هدف يحتاج إلى وسيلة لتحققه، ويحتاج إلى رسم معالم يسير صاحب الهدف إلى تحقيقها. والمنصرون دوما يسعون، وكسائر الأفكار الهدامة يسعون دوما إلى تحقيق أهدافهم بكل ما أوتوا من سبيل، ولديهم أن الغاية تبرر الوسيلة كما هو معلوم في الفكر العلماني. فأراد المنصرون أن يطبقوه تماما. فهيا بنا لنقف عزيزي الطالب على الوسائل التي استعملها المنصرون لتحقيق أهدافهم. هذا الدرس الثالث المتعلق بوسائل التنصير يكون عبر العناصر التالية. العنصر الأول نتناول فيه وسائل التنصير عموما، والعنصر الثاني نشرح فيه تلك الوسائل الواحدة تلو الأخرى. نتساءل أولا، ما الذي يساعد على تحقيق أهداف التنصير؟ ما الذي يساعد على تحقيق هدفك في الحياة؟ ما الذي يساعد على تحقيق هدفك الذي ترنو إليه نفسك؟ هذا التساؤل دائما يطرح نفسه عند كل عمل، والمنصرون يتساءلون أو سألوا أنفسهم ما الذي يحقق لنا أهدافنا؟ جاءت الصفحات التالية لترفع أمامكم أعزائي الطلاب كيف عملوا على تحقيق أهدافهم بتلك الوسائل. من أهم وسائل التنصير وسيلة التطبيب. انظر إلى هذه المنظومة وإلى هذه المعادلة، تؤكد لك تماما على ما تصب إليه نفوس المنصرين وأهدافهم. يقولون إنك حينما تجد البشر ستجد الآلام، وحينما تكون الآلام ستكون الحاجة ماسة إلى التطبيب، وحينما تكون الحاجة إلى التطبيب ماسة فإن ذلك فرصة سانحة لتنفيذ التبشير في هذه النفوس الجائعة، أو في هذه النفوس المريضة، أو في هذه النفوس التي تحتاج إلى العلاج. إن هذا الهدف واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. كذلك من وسائل التنصير التعليم. إن أخطر ما تملكه الآلة التنصيرية والعلمانية وغيرها إنما هي وسيلة التعليم. يضع المنصرون كل ثقلهم لاستغلال التعليم وتوجيهه بما يخدم أهدافهم. يقول المنصر صامويل زويمر رئيس الجمعيات التبشيرية إن أهم أساليبنا إلى تدمير أخلاق المسلم وشخصيته تكمن في أن يتم نشر التعليم العلماني. إن نشر التعليم العلماني الذي لا يؤمن بدين ولا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بكل وسيلة يؤمن بها المسلمون إنما تحقق أهداف التنصير. فهل دول الخليج العربي كانت بمعزل عن خطر التنصير؟ الجواب كلا، فقد شمل التنصير دول العالم الإسلامي تقريبا. من هنا نتساءل أيضا، كيف استغل المنصرون وسيلتيهم السابقتين؟ لقد استطاعوا أن ينصروا العالم عن طريق التنصير، عن طريق التعليم، وعن طريق التطبيب، بأن تسابقت أيدي المنصرين إلى البلاد المشؤومة والبلاد المكلومة والبلاد الفقيرة، فغرسوا فيها المدارس والمستشفيات التي تحقق أهدافهم وتحقق أطمعهم في قلوب المسلمين. كذلك من وسائل التنصير الأعمال الاجتماعية. هذه الأعمال الاجتماعية تكمن في المعالجات والمساعدات والبناءات التي يحتاج إليها المجتمع. ذلك أن النفوس دوما بطبيعتها جبلت على حب من أحسن إليها، وكذلك تشجيع تحديد النسل بين المسلمين. ذلك أن الإسلام لم يحدد نسلا وإنما نظم الحياة الأسرية. أما الفكر العلماني والفكر التنصيري وهما معا يسقيان بماء واحد، هو ماء الحقد على أمة الإسلام، لأنهم رأوا أن المسلمين يكثرون وهذه الكثرة تمثل لهم قوة، والقوة للمسلمين تمثل ضعفا وخوفا لأوروبا والتنصير عموما، فعملوا على غرس قيمة أو غرس تحديد النسل بين المسلمين، فرأينا المشكلات وقد تفاقمت هنا وهناك. من وسائل التنصير كذلك إثارة الفتن وإشعال الحروب. وما واقعنا المعيش
إلا خير دليل على هذا الهدف أو على هذه الوسيلة التي تحقق هدف تفتيت الأمة المسلمة. كذلك من وسائل التنصير استخدام التكنولوجيا الحديثة في التنصير، ذلك أن التنصير لم يعمد فقط، لا يعتمد فقط على مجرد الدعوات، الخطب، الدروس إلى غير ذلك، لا، إنما يعتقد أيضا على التكنولوجيا وعلى الأدوات وعلى الوسائل المتاحة بإنشاء القنوات وإنشاء الوسائل التي تساعد على تحقيق هذا الهدف، وهو هدف خطير استراتيجي تعمل الآلة التنصيرية على تحقيقه في عالمنا الإسلامي. وبعد وقوفنا على تلك الأهداف وعلى شرحها بتلك الوسائل، فماذا عن دور المسلمين، موقفهم وموقفهم تجاه هذه الحملة التنصيرية الشنعاء في كل ربوعهم وفي كل ديارهم؟ هذا ما ستحمله الصفحات التالية.